11 11، رقم أخضر مجاني في تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي حالة يتواجد فيها الطفل في خطر. هي الخطوة التي اعتمدتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لتسهيل عملية الإخطار عن مختلف الحالات التي قد تضع الطفل في خطر. سارة واحدة من الأخصائيات النفسانيات تتلقى مكالمة للإخطار عن حالة تعنيف لطفلة أبلغت عنها إحدى الجارات. قدر تقعدي معايا دقيقة من فضلك، ما تقطعيش الاتصال، المكالمة راهي مجانية. شكرا لك. شحال عمرك؟ 13 سنة. تقرأ في مثلا؟ تقرأ سنة سي فالو ماكس سي سنة تقرأ، وشوفي الوسيلة اللي تضربها. الو، ضربتها الأم فقط اللي ضربتها. الوطنية لحماية وترقية الطفولة والأب. والأب الأب متوفي، واخدين عليك المعلومات الكاملة. بعد كان ندير لك اخطار نقدمه للمدراء تاعنا، بعد المدراء تاعنا كيعالجوا القضيه تاعها راح يرسلوا المصالح على حسب الخطر اللي متواجد فيه. شكرا جزيلا لك على الاتصال مدام. تتأكد رئيسة مشروع خلية الإخطارات من الحالات التي تستقبلها الأخصائيات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. متوسط الإخطارات اللي دخلوا على الرقم الأخضر 11 11 اليومي، هو نقدر نقول لك متوسط بعشر إخطارات في اليوم، يكون 8 7، يعني كل يوم وشحال من إخطار يدخل. إلى عد المكالمات فوالا، كانوا رحنا لعد المكالمات الإجمالي يعني المعالج، يعني في اليوم انا هضر على المكالمات المعالجه على مستوى الخليه اليومي، يعني نقدر نقول لك بمتوسط 3000 4000 المكالمه 5000. يتم اتخاذ نوعين من الاجراءات لمعالجه الاخطارات والتكفل بالاطفال، سواء عبر التكفل الاجتماعي او التدخل القضائي. من شهر جانفي الى غايه 30 ديسمبر 1388 اخطار، لكن هناك اخطارات فيها اكثر من حاله، يعني إخطار ممكن يحتمل عدد 2 أو 3 أطفال. مجموع الأطفال اللي تم المساس بحقوقهم في هذه الفترة هي 2504 طفل، منهم 1488 ذكور والباقي هم إناث. إذا كانت الوضعية تتطلب فقط حماية اجتماعية، نحيل هذا الإخطار للتحقيق والتحري فيه ميدانيا إلى مصالح الوسط المفتوح. الحالات اللي يتعرض فيها الطفل خاصة لسوء المعاملة وخطر كبير عليه، ويكون في بعض الأحيان من أقرب الناس له هما الأسرة تاعه اللي من المفروض هما المكان اللي يحمى فيها الطفل، هنا في هذه الحالة نفضل نقطع الحماية الاجتماعية ونروح مباشرة إلى الحماية القضائية عن طريق إحالة الإخطار، يعني لما يلحق لنا إلى قضاة الأحداث اللي موجودين عبر كامل التراب الوطني. ألو. إضافة إلى حماية الطفولة تسعى الهيئة إلى ترقيتها. الطفلة مروة المصابة بالسرطان صاحبة أول جائزة على المستوى الوطني في مسابقة كتابية حول حقوق الطفل. كنت سعيدة جدا، أول لأنني مثلت متوسطتي والجزائر العاصمة، ثاني لأني مثلت وطني، ثالثا لأني تحدثت بنيابتي عن الأطفال المرضى الذين لا يستطيعون التعبير عن حقهم. نقعد نقول دائما بأنه العمل الميداني همنا كثير، تنسيق الجهود بيناتنا، العمل التشابكي التشاركي. لهذا في الهيئة الوطنية احنا طلقنا مجموعة من دورات تكوينية لكل متدخلين في مجال الطفولة. حماية الأطفال من العنف، الاستغلال وحالات الخطر المختلفة هو ما تسعى إليه الهيئة لمساعدة هذه الفئة الهشة التي تحتاج إلى رعاية.